مساء الخير من بلجيكا، مدينة بروكسل، بلد الإمبراطور يوليوس قيصر. هذه المدينة اللي تعود إلى 2000 سنة سابقاً، مدينة تضرب في جذور التاريخ. هذه ساحة جراند بالاس وسط بروكسل. هنا طبعاً قاعدين يجهزوا ستيج خاص، لأنه عندهم يوم 27 سبتمبر عيد المجتمع يسموه. وهنا طبعاً المقاهي والمطاعم، الأشياء الجميلة والمباني الرائعة اللي فيها أناقة وعتاقة عتيقة يعني. هذا جانب آخر من الميدان، وهنا استعداد على قدم وساق للعيد، عيد المجتمع. وهذه المباني الجميلة الرائعة، بس تتأمل المكان، السياح ما شاء الله، المكان مليء بالحياة. فرق بين بروكسل وباريس، هنا مريح أكثر نفسيا، تحس الناس مبسوطة مستمتعة، حياة جميل. لاحظت أن المدينة تشتهر بالوافل، شوف الطابور، طابور على الوافل موجود في كل قرنة، ظاهر أكلة مفضلة عندهم. شوف أيوة، صحة وعافية. وهذه أنواع الوافل ما شاء الله، أشكال وأنواع. طابور هنا وهنا. جلست في هالمطعم، أكلت لي حاجة خفيفة زين، وبروح إلى هنا. هنا جنب المطعم في سوبر ماركت زين. طبعا المقاعد هنا شي بحرية، العالم جنب بعض والأمور طيبة. هذا السوبر ماركت هنا، شوف ناخذ كم حاجة. اشتهيت زبادي، اخذ زبادي حق شيء الحمد لله. مرحبا، صباح الخير. نشوف افطار الفندق اليوم. طبعا هذا الفطور الاوروبي، يعني اشياء بسيطه وخفيفه، ومو زينا احنا، كبده ومفروم وكبده حاشي بريد وبيتر. الحمد لله على النعمه. هذا شو بيض زين. مرحبا، مساء الخير. اليوم الثاني في بروكسل، العاصمة البلجيكية، وهذا الشارع يذكرني بشارع الاستقلال في تقسيم اسطنبول. محلات هنا وهنا، والناس ما شاء الله مليان المكان.
واهم شيء هذيل يعني اللي يعزفوا الموسيقى كالعادة طبعاً الوافل هو الوجبة الرئيسية والمهمة في روكسل. شوف خذ على الطاير اي بروح بتغدى اول وباجي باحل لي باشوف كنت بروح اتغدى بس شفت هذه برد وحاله وشوف وش صار. اغلب طبعا او بلجيكا تشتهر بالشوكليت بليز اوكي خلينا نجرب هذه الشوكولات البلجيكية طبعا مشهورة معروفة على مستوى العالم اشكال والوان نكهات حركات دلع هذا الشوكولات متعة الحياة اللي يجيب لك السعادة ترى حتى هذا شوكولات ها أشكال وألوان إن شاء الله